أحسن الله عليك يا شيخ. بالنسبة يا شيخ ذكر بعض القصص للعظة التي ترتبط بقضايا أخلاقية يعده البعض شيخ من إشاعة الفاحشة، فما صح ذلك يا شيخ الله يحفظك؟ والله أولا لا بد من ثبوت هذه القصة ثابتة يا شيخ. طيب ثانيا هل من المصلحة أن تقال؟ أخشى أن يظن السامع أن هذا منتشر في المجتمع، هذه واحدة. ثانيا اعلم أن القصة المنكرة إذا جرت على الألسن والأسماء سوف تقلل من هيبتها، فلا أرى هذا. ولأشخاص معينين يا شيخ يخشى وقوعهم أشخاص معينين؟ لا بس أتكلم معهم هم. نعم. هم بأنفسهم. نعم. بيني وبينهم. نعم. بيني وبينهم لا بس. لا مو على المنابر وعلى القرى. لا أنا ظنيت أن تريد أنها في المواعظ يعني. لأشخاص معينين يا شيخ يحتمل وقوعهم. هذا شيء آخر. لكن أظن لما قلت على سبيل الواقع ظنيت أنها يعني على المنابر أو في المجامع، فهذه لا أرى ليس بها مصلحة. واعلم أن المنكر إذا استمر على الأسماء استمرأته النفوس وهان عليها، ولذلك لو تسمع مثل القصة المعينة في أخلاق ربما تنفر منها كثيرا، إذا جاءت المرة الثانية نعم قلت بنفسها.